الخبر الاول اللي عدنا عن نارين بيوتي وليش صارت تبكي في نارين بيوتي نزلت على سبب الانستغرام هذا الستوري اللي كانت كتبه في ناس مريضه لدرجه بكونوا مهووسين فيك. حاولت اتظل بقلبي بس ما كنت حاسه في حالي وحذفت بس كم ستوري وحطيت لكم كم ستوري تركوني بحالي وبدوا عني. بعد نزلت شويه ستوريات كانت تبكي بيها راح اعطيكم اياها شوفوها. صارت تقول بيها انه هي امبارح التقت بواحد وطرحت عليه فكره هذا شخص مشهور وراح باقي هذه الفكره مالتها فهي كلش متذكره من هذا الموضوع ليش هي باقت الفكره مالتها. وطبعا حسب تحليلات اللي متاكد مليار بالمية منها انه نور ستار هي هاي الشخص فهي نزلت مقطع قالت انه جوله في بيتك جيمر ولي هذه الفكرة اللي كانت قالتها نور ستار ونارين بيوتي نور ستار. وطبعا باكر راح اجيب لكم الدليل القاطع على هذا الموضوع. بالبداية راح احط لكم هذه الاستوريات شوفوها وانتظروا فيديو باكر فاشتركوا بالقناة. انا بعرف انه عم تحضر هالستوري ناو. You're sick. You need help. ما عم احكي هالشي مشاني عم احكي مش so ما عم احكي هالشي مشاني بس you're not okay. You're not okay. انتي خطيرة على المجتمع بشكل عام. في ناس بتتابعك عندك ملايين متابعين. ركزي على حالك. اذا انتي حدا فاشل رح تضلي فاشل بكيس ما عم تطلعي بكيس فيك تكوني حدا احسن. You're not okay. قابلتك من مبارح اول مبارح قيمتي بصالون الشعر حكيتك بكيس فكرتك حدا منيح حكيتك شو ماي بلانز شو عم حاول اعمل يوم you do the same thing. ما كان ببالك. What is wrong with you. حتضلك فاشلة. اوكي اذا حتضلي على هالحالة you're gonna fail. انت you already failed خلص too late. How... ما في داعي احكي you know yourself you already look depressed. استغفر الله. بس بطل يهمني شي صراحة. هاي انا اوكي I'm not البنت اللي بتشوفوها مبسوطة كل يوم. وبس طول اكتبوا لنا بالكومنتات يا حبايب شو رايكم بهذا الخبر وشو تتوقعون سبب بكاء نارين اللي هو نور ستار. حطكم يا باشر بالدليل وبس. كانكم فيزا وخدمة القصص ومع السلامة.